يحطوا دينا في دين بعضنا ونقولوا له ديجاج قيس سعيد الفو اريتي لوي. انت باش تقدم روحك في الانتخابات الجايه ان شاء الله ماذا بيا توا 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 لانه خلات وجلات وحطوني انا رئيس جمهوريه من اول شهر شوفوني شنو نعمل مستعده باش ننقذ البلاد والشعب من اول شهر واحد من اول شهر شوفوني شنو نعمل نرد تونس احسن بلاد في العالم. انت الاخرانيه انا نقول لهم توا 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 تخرجوا للشوارع وطالبوا بالانتخابات وتحطوني انا رئيس الجمهوريه ومن اول شهر شوفوني شنو نعمل كل شيء لازم يتصلح من اول نهار. تاك تشوف الوضعيه نتاع البلاد كيفاش والرئيس هو قريب العام وهو شادد وما عمل حتى شيء بالعكس زادت غرقه البلاد اكثر واكثر وزادت وقفت اكثر واكثر والشعب زاد تدمر اكثر واكثر هاربين لايطاليا هاك تشوف كيفاش يعاني الفقر زاد البطاله زادت اخرهم زادوا لهم جابوا لهم الكورونا قالوا متعايشوا مع الكورونا يعني شيء مؤسف. نحطوا دينا في دين بعضنا ونقولوا له ديجاج قيس سعيد وحطوني انا رئيس جمهوريه من اول شهر شوفوني شنو نعمل. تم الترشح قبل الانتخابات الرئاسيه وانا مستعده باش ننقذ البلاد والشعب شوفوني من اول شهر شنو نعمل. اعطينا البروجرام نتاعك شنو معناتها كان انت توا حد الان انت توا رئيسه شنو اول خطوه تعملها؟ اول خطوه نعملها نظام في البلاد والخدمه حطوا دينا في دين بعضنا وننقذوا البلاد. انت تو كان جيت رئيسة تخلي حكم برلماني ولا حكم رئاسي؟ وقت نشد تو نقول لك. وقت نشد مؤسسة الدولة تو نقول. أول خطوة تقوم بها شنو؟ يعني قلت لك وقت نشد تو نقول لك. هو النظام أول خطوة النظام. البرنامج نتاعك باش تقضي على الفساد وتقضي على الفقر في تونس. إي نقضي على الفساد ونقضي على الفقر وبالطبيعة نرد تونس أحسن بلاد في العالم إن شاء الله. أعطينا حاجة تنجم تعملها أعطينا سكوب ميساج. مؤسسة الدولة تنقول لك ترى شنو نعمل من أول شهر واحد من أول شهر شوفوني شنو نعمل. عندي الخدمة الخدمة للشباب شنو كل واحد يلزم كرامته يلزم لا محسوبية لا عنصرية ليه قدمت روحك قدمت ترشح نتاعك رئيس دولة وانت ما عندكش برنامج كي محاضرتهم كي نشد انا رئيس مؤسسات اجنبيه قبل نجم وقت نشد مؤسسه المؤسسه نعرف شنو انا يلزمها باش تتصلح. انا كشاب تونسي شنو ننتظر منك انت كرئيس دولة؟ نوفر لك كل الحقوق نوفرها لك. اي قدام الكاميرا شنو رسالتك توصلها للشعب التونسي او قدامك توا الشعب التونسي يتفرج فيك شنو توصل لهم باش هم ينتخبوك؟ نقول لهم باش ينتخبوني نقول لهم نوعدهم اني كيف ما قلت لك نصلح البلاد ننقذهم ننقذ البلاد وكل واحد نعطيه حقوقه كامله ونرجع تونس والشعب التونسي احسن بلاد واحسن شعب في العالم. شو باش تعمل البطاله؟ باش تعطيهم شهري ولا شو باش تعمل لهم؟ ولا مش معرس تعرست ولا كيف؟ البطاله علاش؟ نوفر لهم الخدمه الكل الناس الكل نوفر لهم خدمتهم ونوفر لهم حقوقهم. لا هذاك مكتوب. اش مدخلني عرس ولا هذه حاجه اخرى؟ هذا امر شخصي ما عنديش فيه دخل. انا نوفر له العيش الكريم وخدمه وللمستلزمات كلها الامور الشخصيه هو حر شنو واش دخلني في عرس ولا لا امور اخرى ما يعجبكش سيد ما يعجبكش نعرف نحبش نعرس للشعب انا كل واحد هذيك حياته الخاصه عرس ما عرسش اموره نوفر لك العيش نتاعك العيش الكريم نتاعك نوفر لك خدمتك نوفر لك الحقوق الكل تاخذهم امورك الشخصيه تعرس ما تعرسش امورك اش دخلني فيها هذه يعجبكش نوفر لهم خدمتهم نوفر لهم حياتهم تكون في احسن يعيشوا في احسن حال واحسن ظروف في البلاد. اي نعم. انت من المنبر هذايا تقول لهم انتخبوني؟ انا هاني تو جيت قلت لهم حطوا دينا في دين بعضنا ونخرجوا نقولوا قيس سعيد ديجاج ديجاج فيه البركه هزي عام كامل البلاد زادت خلات وجلات وقت اللي انا تكلمت على الفيسبوك عمل روحه هو تو يعمل هكاك لكن ما يعديهاش عليكم نورمالمون الشعب كامل ما يعديهاش عليكم. هو عام كامل شدد الكرسي ما عمل حد شيء توا كي تكلمت انا قام يعمل كيكه نو جامي الفو اريتي لوي
انت باش تقدم روحك في الانتخابات الجايه ان شاء الله. ماذا بيا توا توا، لانه خلات وجلات اخرها يجيب لهم الكورونا، يقول لهم تعايشوا مع الكورونا. شنو هذا؟ هذا يجي هكا شنو تعايشوا مع الكورونا؟ انت كان جيت رئيس دوله وفي وقتك انت جيت كورونا، كيفاش تتصرف معاه؟ انا تصرفت، قلت لهم اللي يجي من خارج تونس تحجزوهم وتحطوهم في اماكن خاصه مده 14 يوم، اللي لبس عليه يخرج واللي مريض يتعالج. هذا الحل الوحيد الناجح. أبارسا مش يوصلوا حتى حل. هم عملوا الحجر الصحي الذاتي، شنو عمل؟ تفشى الفيروس وتفشت العدوى، وباش يزيدوا قال لك تعايشوا مع الفيروس. شنو هذا؟ والبارح يقول الياس الفخفاخ قال لك مش باش نرجعوا التالي، معناه مش باش يرجع يعمل 14 يوم حجر اجباري اللي لبس عليه يخرج واللي مريض يتعالج. كيفاش هذه؟ هذا ناويين على خلاها، عيني عينك بدات، معناها خلات وجلات. هذا الحل، معناتها اللي يجي من برا يتحجز 14 يوم لبس عليه يخرج مريض يتعالج. باش تبقى البلاد نظيفة كيف ما عملنا المرة الأولى يواصلوا فيه الحل هذاك، فماش حل آخر. لا هاو ذاتي، لا هاو كمامات، لا هاو تعايشوا مع الفيروس، لا هذا هذا كل هذا هذا كل خراب هذا ما مشيش. كلمتك الأخرانية للشعب التونسي باش ينتخبك إن شاء الله في الانتخابات القادمة. كلمتي الأخرانية أنا نقول لهم توا تخرجوا للشوارع وتطالبوا بالانتخابات وتقولوا للقيس سعيد ديجاج وتحطوني أنا رئيس الجمهورية، ومن أول شهر شوفوني شنو أنا عمل. وان شاء الله تولي انت رئيس دوله وفي اول شهر نعمل لك حوار وقول لي شنو الانجازات اللي عملت. ان شاء الله من اول شهر، حتى قبل، حتى اقل من شهر. اجا مرحبا بك وشوف شوفني شنو نعمل من اول نهار، مش حتى من اول شهر. وقتني باهي، قول لي على الاقل في اول نهار شنو الحاجه تعمل دام عندك بروجرام. قلت لك وقتي نشد مؤسسه الدوله نعرف شنو نعمل، نعرف شنو اللي يلزم نعمله، شنو اللي نبدا به اول حاجه. ها قلت لك اول حاجه هو يلزم النظام والخدمة، ونحط يدينا في يدينا بعضنا ونلقى حلول لكل شيء. كل شيء ما هو حتى شيء ما هو ماشي كيف ما يلزم، حتى شيء، كل شيء يلزم يتصلح من أول نهار.